ونحن في رحاب هذه التوديعات للراحلين، أعتقد بين رحيل العمدة وذكرى نعمان، الأيام اللي فاتت فقدت مصر، فقد الفن المصري والعربي، فقد النادي الأهلي واحدا من محبيه الكبار وعشاقه الهائمين دائما بحب النادي الأهلي، عمدة الدراما المصرية الفنان الكبير الراحل صلاح السعداني عليه رحمة الله. بعزيك وبعزي كل الأهلاوية، وبعزيك على وجه الخصوص لأنه صديق دراسة كان معاك. بالنسبة لي هو كمان مش بس ما سبق وأن تقدمت به، ولكنه أحد الأصدقاء الحقيقيين في حياتي. أيوه، هو ربنا يديله الصحة الأستاذ عادل إمام، وأحمد اللي بنعزيه تاني وتالت، ده ابني حرفيا يعني، يعني لما اتولد يعني اتولد قدام عيني. وعلى فكرة أحمد لعب شوية باسكت في النادي الأهلي. أيوه، وبعدين فن خده. أيوه، فصلاح كان له وجود طاغي في أي قعدة، سواء في الكلية أو في على مستوى الصداقة، وكان الكابتن صالح يحبه جدا بشكل خاص يعني. قعدته ممتعة، وراجل مثقف ودماغ وفنان أصيل طبعا. طبعا قيمته الفنية خالدة يعني في الأدوار اللي عملها. أي فراغ كبير هيسيبونا. أنا أقول لك حاجة، أنا وأنا مدير نادي كنت أروح الاستاد فأقعد في تاني صف، يروح جاي صلاح السعداني رحمة الله عليه ومصطفى متولي رحمة الله على الاثنين. أيوه، مصطفى متولي الفنان الجميل الراقص، جوز أخت عادل إمام، الأستاذ عادل إمام. واحد على يميني كان عادة يقعد مصطفى متولي وصلاح السعداني على شمالي، يجننوني الاثنين. ازاي بقى؟ كورة اتشاطت فوق العارضة، ألاقي التليفونات، واحد يميني وواحد شمال، يا مصطفى انت شفت الواد اللي شاط الكوره دي؟ تاني يرد عليه بالتليفون. يعني انا اقول لهم ما تكلموا بعض، يقعدوا يهرجوا طول الماتش بالتليفونات على كل بطن. قلت لهم يا جماعه هتجننوني. رحمه الله عليهم. يعني الرائع ان تتذكر الراحلين بشيء من البهجه، لانهم باذن الله يكونوا في جنه الخلد. الف رحمه ونور عليك. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على المشاركه في تشييع جنازة الفقيد الكبير الراحل الأستاذ صلاح السعداني، نشوفه. يعني الحقيقة ربنا يرحم موتانا جميعا يعني، ولكن ما نتذكرهم الآن. وحاجة غريبة أن أيضا ذكر الرحيل العظيم كابتن عبد المجيد نعمان. كابتن عبد المجيد نعمان. الأستاذ صلاح السعداني من سعادته في سنواته الأخيرة أنه لما افتتح فرع الأهلي في الشيخ زايد كان سعيد جدا يوم ما حضر الافتتاح، حتى هو كان بداية المرض معاه، لكن كانت سعادته ان النادي الاهلي بقى جنبه، قال لك ده انا بنزل اتمشى اوصل النادي. نشوفه لما اتكلم ساعة الافتتاح لقناة الاهلي قال ايه. خاصة جدا لان انا لاول مرة ببقى ساكن جنب الاهلي مباشرة. انا في اول كومباوند هنا جنب النادي يأمه الناس، فانا دلوقتي بقيت جنب الاهلي تماما. يا حبيبي
انت كمان كويس قوي. بس لا خلاص بقى، لا ما تقولش. فانا لاول مره بيسعدني الحظ ان اكون ساكن جنب الاهلي مباشره. وقت ما عرفت ان الاهلي هيفتح فرع في الشيخ زايد وجنب مكان حضرتك، لمست ده ازاي؟ وكنت بتيجي كمان الفرع ايام ما كان لسه بيتم الانشاءات فيه وكان لسه بيبداوا فيه الطبقه الاولى؟ الحقيقه انا في الامتداد بتاع 26 يوليو ده من زمن، بقى لي مده، وكان في موقع اخر للنادي كان قريب برضو بس مش بالقرب ده، يعني كان الناحيه الثانيه، والمهم ربنا خلصنا منه. وبعدين جم خدوا النادي ده اللي بقى بجوار تقريبا السكن تقريبا، يعني انا يا دوب بمشي جزء صغير قوي اكون وصلت للنادي. فدي شيء يسعد يعني الحقيقه. كيف الفرع بقى لما دخلته ملاعب وتوسعات ولسه في حمام سباحه، والنهارده رئيس الوزراء بيحضر حفل افتتاح النادي الاهلي الفرع الثالث في الشيخ زايد؟ الحقيقه انا تابعت الانشاءات بقى لي مده، يعني بقى لهم زاد عن 6 شهور بيعدوا لافتتاح هذا الفرع. فمجهود معمول بشكل جيد جدا وانتج نتاج جيد هتشوفوه النهارده اكيد. الاهلاويه يقول لجماهير النادي الاهلي، جماهير القلعه الحمراء في التوقيت المهم كده، توقيت تاريخي لكل الاهلاويه. احنا الاهلي وهنفضل الاهلي. ربنا يكرم ان شاء الله، تعلى الدنيا تلطى الدنيا مالناش دعوه. احنا مع الاهلي ودائما مع الاهلي. احنا الاهلي وعشقنا الاهلي ودائما مع الاهلي ويفضل الاهلي. طبعا كان محبا رائعا للنادي الاهلي، يعني كان الاولى به وهو مثله الاعلى اخوه العبقري محمود السعداني الولد الشقي، كان اسماعيلاوي. ايوه، لكن هو حبه وصدقه مع النادي الاهلي من زمان، فشيء متجذر عنده اصيل يعني. كمان الفنان صلاح السعداني له فيديو بيتكلم فيه عن نظريه خاصه تقريبا هو اللي وضعها. ما هو ده دماغ ده. نشوف هذه النظريه السعدانيه قال فيها ايه. قيمتها الشبهيه ان احنا في الامه العربيه عندنا كل حاجه بالظبط زي اللي في العالم. يعني لو تيجي لكره القدم تلاقي عندنا اتحاد لكره القدم، وتلاقي عندنا ملاعب لكره القدم، في مدرجات لجمهور كره القدم، وفي غرف ملابس للاعبين كره القدم، وبينزل 22 لعيب زي العالم بحاله لابسين حاجات مختلفة ويقفوا قدام بعض، وكورة زي اللي موجودة في العالم، وعندنا حكام معاهم صرارة زي اللي موجودة برضه، جمهور بيشجع زي العالم بالظبط. إنما اللي بتلعب ده مش كرة قدم، هي شبه كرة القدم. فدي نظرية شبهية. عندنا أفلام وعندنا كاميرات تصوير زي اللي بيحصل في العالم بالظبط، بس هي مش قوي، هي شبه، فهي شبهية. فإحنا في حياتنا كلها، في اقتصادنا، في صناعتنا، في زراعتنا، كأننا بالظبط بس إحنا شبه. فنهربوا ونظريه الشبهيه دي قريبا تتكسر ونبقى بجد مش شبه. والله هو بيعبر عن وجهه نظر جوه ناس كتير، ان احنا فعلا نظريه الشبهيه. يقول احنا بنلعب حاجه زي كره القدم. احنا ليه؟ هو المقصود ايه؟ ان احنا نتمنى ان نتطور الى الشيء السليم والنموذج الكامل الذي يحدث في العالم. يقول لك بننور كاميرات ونقف نمثل اكننا شبه السينما اللي بره. انما يعني هو فيها نوع من جلد الذات. لكن هو جلد الذات اللي هو عايز يقول لك يا جماعه ما تيجي نطلع خطوتين لقدام في كل حاجه. ما كل حاجه موجوده اهي. ما انت عندك اهو، عندنا الكاميرات، عندنا الملاعب، عندنا الكوره، عندنا الصفاره. طب ليه ما بنلعبش زي اللي بره؟ في حته مفقوده بتخلي اراده التطور في الرياضه وخصوصا كره القدم مش موجوده، او يعني مش ملتفت اليه.